بنبدأ بقى في الجزء الثاني. خلاص هتبتدي تشتغل الشركة التابعة، ومفروض في آخر السنة بتحقق أرباح وبتوزع أرباح. فبنشوف إزاي القوائم المالية المجمعة هتكون في تاريخ لاحق للاندماج. يعني إيه لاحق للاندماج؟ يعني لو افترضنا إن هم اندمجوا في 1/1، طيب 31/12 نهاية السنة المالية هيكون إيه الوضع؟ والمفروض علشان طبعا شركة تندمج مع شركة أخرى، المفروض يبقى في توحيد في بدايات ونهايات السنة المالية علشان ما يتعلق بإعداد القوائم والتسويات الجارية. طيب عشان نحاسب على الاندماج ونعمل قوائم مالية مجمعة في تاريخ لاحق للسيطرة والاندماج، في طريقتين، في طريقة اسمها التكلفة، في طريقة اسمها الملكية. بموجب طريقة التكلفة ما تأثرش حساب الاستثمارات شركات تابعة بما يتعلق بالأرباح أو توزيعاتها، أما طريقة الملكية بتتأثر، وإحنا هنشتغل بطريقة الملكية. بناء عليه هيبقى مطلوب مني ان انا اول حاجه الشركه التابعه حققت ارباح، طب ايه نصيب الشركه القابضه لو كانت مسيطره سيطره كامله 100%؟ طب لو سيطره جزئيه بقى ايه نصيب الشركه القابضه والاقليه؟ طيب لو نتيجه لذلك زي ما انتوا خدتوا في الترم الاولاني ان في توزيعات ارباح، طب توزيعات الارباح لما توزع ارباح الشركه التابعه توزع ارباحها، عاوز اعرف نصيب الشركه القابضه هيبقى قد ايه لو كانت السيطره 100% ولو كانت السيطره جزئيه. تالت حاجه ان في بعض الاصول الثابته بتزداد قيمه السوقيه بتاعتها، لازم التعديل هنا نشوف ان النتيجه لكده التاثير على الاهلاك بالنسبه للشركه القابضه، اما الشركه التابعه مالهاش دعوه بالموضوع ده، لان المفروض عندها الشركه التابعه عامله بالقيم الايه الدفتريه وملهاش في دفاترها وما بتعملش بالقيم السوقيه. اخر حاجه بشوف مصروف استنفاذ الشهره، ومصروف استنفاذ الشهرة دوت سواء كانت سيطرة كاملة أو سيطرة جزئية، الشهرة دي بتبقى ملكية تامة للشركة القابضة، وبالتالي هي اللي بتتحمل المصروف ده، بالتالي سواء كانت سيطرة كاملة أو جزئية هنلاقي المعالجة واحدة إن شاء الله. فالحاجات دي المفروض إن احنا نشوفها ونبدأ على ضوئها نعمل، بنحاول بقى نطبق على حالة بيقول لي في 1/1/2012 شهرة شركة النور. بحاول ان انا اجيب الحالة من الاول، من اول تاريخ الاستحواذ لحد اخر السنة، على اساس نشوف ايه اللي احنا بنبقى محتاجينه معانا من تاريخ الاستحواذ. فبيقول لي اشترت شركة النور اسهم شركة الشركة التابعة شركة الحمد مقابل مبلغ 22 مليون نقدا، واصدار 100,000 سهم من اسهمها قيمة اسمية 100 جنيه وسوقية 200 جنيه، وسدد تكاليف اندماج مباشرة بمبلغ 5 مليون منها مصروفات غير مباشرة بمليون. توفرت البيانات التالية للشركتين، شركة النور وشركة الحمد، طبعا احنا عندنا هنا شركة الحمد هي شركة تابعة. توفرت بيانات تالية عن القيمة السوقية لأصول شركة الحمد في تاريخ الاستحواذ. هتلاحظوا ان هنا طبعا جاية قيم سوقية للأصول بس، يبقى في الحالة دي لما اجي اعمل صافي أصول الشركة التابعة اخد الخصوم بالقيم الدفترية اللي جاية في التمرين. طب في 31/12 يبقى في خلص تاريخ الاستحواذ، بقى في نهاية السنة ايه اللي حصل؟ تباين من قائمة الدخل لشركة الحمد اللي هي الشركة التابعة تحقيق صافي دخل مبلغ 10 مليون، تم توزيع أرباح بمبلغ 2 مليون و500 ألف، يقدر عمر المباني والآلات والسيارات على التوالي 20 و10 و5 سنوات. المطلوب أول حاجة هنلاقي في ثلاث حاجات مطلوبين في 1/1 واللي هو تاريخ الاستحواذ، عاوز القيود، عاوز قيمة الشهرة، عاوز ورقة العمل. طب في 31/12 مطلوب ايه؟ مطلوب ان تتعمل القيود، وهنلاقيهم ان شاء الله اربع قيود لازم يتعملوا، وبعدين نحدد حاجتين، رصيد حساب الاستثمارات في راس مال في الشركه التابعه، ورصيد الارباح المحتجزه للشركه التابعه. طبعا نحل عندي برضو كأننا بنعيد زي ما قلت تاني، على اساس برضو يبقى في استيعاب اكتر، يبقى ابدا بتاريخ الاستحواذ. قيود اليوميه عندي، قيود اليوميه ان حساب الاستثمارات بيبقى مدين عندي بثلاث حاجات، اول حاجه عندي الشراء النقد ب 22 مليون، وبعدين كان عن طريق اصدار اسهم، يبقى راس مال بيبقى داين بالقيمه
الإسمية، والفرق ما بين القيمة الإسمية والقيمة السوقية، حساب علاوة الإصدار داين بيها. إذا حساب استثمارات في شركة الحمد بيبقى مدين بقيم 22 مليون زائد 10 مليون زائد 10 مليون، يعني 42 مليون. تاني حاجة قال لي التكاليف عندي كلها خمسة بس، منها مليون غير مباشرة، يبقى حساب الاستثمار بيبقى مدين بتكاليف الاندماج المباشرة بس 4 مليون، أما حساب علاوة الإصدار بيتحمل بتكاليف الاندماج غير المباشر اللي هي المليون، وطبعا كل ده دفعته النقدية. قيمة الشهرة طبعا طلعت عندكم في التمرين، تكلفة الشراء كلها اللي هي نقدا وإصدار أسهم بقيمة السوقية زائد تكلفة اندماج مباشرة 46 مليون. صافي أصول الشركة التابعة طلعت 44 مليون، إذا في شهرة موجبة قيمتها 2 مليون. طيب بعد كده عندي ورقة العمل، ورقة العمل أخد في اعتباري إن في بعض الأرصدة اتغيرت فيها، ودي ورقة العمل في إيه؟ في تاريخ الاندماج. ورقة العمل في تاريخ الاندماج. ايه الأرصدة اللي اتغيرت فيها عندي؟ طبعا في حساب جديد الاستثمارات قيمته 46 مليون، حساب النقدية للشركة لشركة النور كان 35 مليون، ناقص في القيد الأولاني ب 22 مليون، وناقص في القيد الثاني ب 5 مليون، يعني أصبح الرصيد الجديد ليه 8 مليون، وبالتالي في ورقة العمل هتلاقي الرصيد 8 مليون. حساب رأس مال الأسهم لشركة النور كان رصيده 50 مليون، وفي القيد الأولاني داين ب 10 مليون، أصبح رصيده 60 مليون. حساب علاوة الإصدار كان رصيده 5 مليون، داين في القيد الأولاني ب 10 مليون، ومدين في القيد الثاني بمليون، أصبح الرصيد 14 مليون. اتفقت معاكم ان تكلفة الشراء دايما المبلغ بتاعها هو هو اللي رصيد حساب الاستثمارات في القيدين. طيب عملنا ورقة العمل، وزي ما عملناها في تاريخ الاندماج في السيطرة الكاملة بالظبط، هنا زيها بالظبط مفيش اي اختلاف. حطينا اصول شركة النور واصول شركة الحمد، بس اصول شركة الحمد حطيناها بالقيم الجديدة، وبعدين حطينا اصول الموحدة. خدت في اعتبار حساب الاستثمارات في شركة الحمد ده حساب جديد رصيده 46 مليون، واستبعدته في التسويات وأصبح صفر في المجمعة. الشهرة ما كانتش موجودة في التسويات، حطيتها بالموجب 2 مليون، أصبح مجموع الأصول الموحدة 119 مليون. نفس الشيء عندي حقوق ملكية الشركة الأم اللي اتغير فيها رأس مال الأسهم وتغير علاوة الإصدار، بحط الباقي زي ما هو. شركة الحمد أحط قيمها زي ما هي، مع اخذ في الاعتبار ان الخصوم عندي بحطها بقيمه سوقيه، لو ما كانتش قيمه سوقيه زي ما اتفقت معاك بحطها بقيمه دفتريه. فخانه التسويات استبعد حقوق ملكيه الشركه التابعه، يبقى حقوق ملكيه الشركه الام اللي هي في القائمه المجمعه. اجمع الدائنون في النور زائد الحمد، واجمع قرض السندات في النور زائد الحمد، ويطلع طلع لي خصوم الموحده. لو انا شغلي صح هيطلع مجموع حقوق الملكيه والخصوم 119 مليون زي مجموع الاصول. اتفقنا الاجزاء اللي فاتت كلها اولا وثانيا وثالثا دي اتخذت في تاريخ الاندماج، كاني بعيد تاني. طب ايه الجديد بقى عندي؟ الجديد قيود اليوميه اثبت فيها نصيب. اول حاجه انا عندي 4 قيود مهمه، اثبت نصيب الشركه القابضه في دخل الشركه التابعه، اثبت نصيب الشركه القابضه في توزيعات ارباح الشركه التابعه، اثبت نصيب القابضه في الاهلاك اللي هو بالزياده بالنسبه لاصول الشركه التابعه اللي زادت القيم بتاعتها السوقيه عن قيم الدفتريه اللي هو كان في تاريخ الاندماج. يبقى انا مهم جدا معايا اعرف في تاريخ الاندماج الاصول الثابته عندي زادت ولا ما زادتش. يبقى هقول تاني، انا بطلع من تاريخ الاندماج معايا رصيد حساب الاستثمارات في شركات تابعه، معايا الشهره، معايا القيم الاصول الثابته اللي زادت القيم السوقيه، فرق الزياده مهم جدا بالنسبه لي، ده اهم حاجه. وبعدين عندي الشهره برضو لازم اطلع بيها، اخد الرصيد بتاعها من واحد واحد عشان اشتغل عليه. هنبدا ان شاء الله واحنا هنا سيطره كامله. الشركه التابعه حققت ارباح 10 مليون، اصبح حساب الاستثمارات في شركه الحمد اللي هو الحساب اللي بيتسمى في استثمار الشركه القابضه في الشركه التابعه اكيد هيزيد بمقدار الارباح، ده استثمار من الاستثمارات، كل ما تحقق الشركه التابعه ارباح هيزيد، كل ما تحقق خسائر هينقص.
يبقى انا هيزيد هيبقى، وده من حسابات الاصول يعني مدين مدينه، يعني لما يزيد يبقى مدين، هيزيد بقى 10 مليون. طب مين الداين؟ هقول ان دي ارباح الشركه التابعه، فبوسط حساب اسمه دخل الاستثمارات في شركه الايه الحمد. ما اقدرش اقول ارباح وخسائر، لان ده ارباح وخسائر بتاع شركه الحمد هناك عندها عاملاه في دفاترها، لكن عندي هنا في الشركه القابضه بقول حساب الوسيط ده بحط بيبقى داين هنا بالارباح اللي هي عبارة عن 10 مليون. ده أول قيد، أول قيد نصيب الشركة القابضة في دخل التابعة زاد بحساب الاستثمارات. تاني قيد الشركة التابعة وزعت من العشر مليون وزعت 2 مليون و500، إذا حساب الاستثمارات هينقص بتوزيعات الأرباح، لأن الشركة القابضة هتقبضهم، هتقبضهم يبقى النقدية هيزيد. أنا طبعا ما بمرش بالتوزيعات بالتاريخ الإعلان وتوسيط حساب بالنسبة للأرباح الموزعة اللي انتوا خدتوه في الترم الاولاني، لا انا بفترض على طول ان وزعت ارباح وخدتها الشركه الام على طول، فخدت النقديه هتزيد عندي هنا، يبقى من حسابات الاصول لما تزيد تبقى مدينه 2 مليون و500، لكن حساب الاستثمارات هينقص بمقدار الارباح الموزعه، يبقى ده تاني قيد. ثالث قيد هقول نصيب الشركه القابضه في اهلاك الزياده في قيم الاصول الثابته. لو انا رجعت عندي للأصول الثابتة في 1/1 هلاقي إن الأصول الثابتة عندي اللي هي كانت قيمها السوقية، قال لي أهو عندي الآلات والأراضي والسيارات والمباني، الأصول الثابتة ديت أنا قلنا بتتعرض للإهلاك فيما عدا الأراضي، الأراضي الأصل الثابت الوحيد ما بيتعرضش للإهلاك. هرجع للقيم بتاعتها، القيم الدفترية للآلات، هي القيمة السوقية عندي 800 ألف، لكن القيمة الدفترية كانت 600 ألف، يبقى زادت، يبقى هنا فرق الزيادة 200 ألف. السيارات القيمة السوقية 600 ألف، وكانت عندي في التمرين القيمة بتاعتها 4 مليون و500 ألف، يبقى زادت ب1 مليون و500 ألف. المباني كانت قيمتها 5 مليون القيمة السوقية بتاعتها، لكن القيمة الدفترية بتاعتها 3 مليون، يبقى زادت ب2 مليون. يبقى فرق الزيادة هنا بحاول ان انا احطه، اللي هو الزيادة في الاهلاك، مقدار الاهلاك، بحط نصيب الشركة القابضة في اهلاك الزيادة. احسبه ازاي؟ هجيب الزيادة عندي، فرق الزيادة اللي هو زي ما قلنا عليه القيم اللي موجودة عندي في التمرين، اتنين مليون للمباني، 2 مليون للآلات، 1 مليون و500 ألف للسيارات، وبعدين باجي بقول العمر بتاعهم اصلا ايه. قال لي المباني ب20 سنة، الآلات 10 سنوات، السيارات 5 سنوات. لو انا قسمت ال2 مليون على 20 سنة هيديني مقدار قسط الاهلاك اللي هو فرق الزيادة ده بس 100 ألف. بالنسبة للآلات لو قسمت 2 مليون على 10 سنوات يديني قسط الاهلاك عن السنة ديت اللي هو في الزيادة بس 200 ألف. لو انا قسمت 1 مليون و500 ألف على 5 هيديني 300 ألف فرق الزيادة. حجم على 100 ألف على 200 ألف زائد 300 ألف يديني مقدار الزيادة في الإهلاك 600 ألف. تبدأ تتعمل بيهم قيد، القيد ده بيسمع فين؟ في الحساب اللي هو بيمثل دخل الاستثمارات في شركة الحمد، اللي هو أنا قلت أنا ما أقدرش أقول أرباح وخسائر، أنتوا عارفين إن الإهلاك ده بيتحط في أرباح وخسائر، لكن شركة الحمد عندها تقول عليه أرباح وخسائر. أنا عندي حساب دخل الاستثمارات بخليه داين بالأرباح وأخليه مدين هنا بفرق الإهلاك بقى أهو، لأنه يعتبر بمثابة مصروف، لكن الشركة القابضة ما بتكتبوش عندها مصروف، يبقى 600 ألف، وده بينقص حساب الاستثمارات في شركة الحمد 600 ألف. يبقى شفنا القيد الأولاني حساب الاستثمارات زاد بالعشرة مليون، في القيد الثاني حساب الاستثمارات ناقص ب 2 مليون و500، في القيد الثالث حساب الاستثمارات ناقص ب600 ألف فرق الزياده في الاهلاك. اخر حاجه مصروف استنفاذ الشهر، مصروف استنفاذ الشهر احنا طلعنا الشهره قيمتها كانت كام؟ كانت 2 مليون، بيفترض ان عمر الشهر 10 سنوات، وانا مش هجيب لك في التمرين اقول لك 10، خلاص الفرد ده عندك يتحفظ، يبقى بنفترض ان عمر الشهر 10 سنوات، وبناء عليه بطلع قسط استهلاك الشهرة، ولانها اصل معنوي مش اصل ملموس ما اقدرش اقول استهلاك، اقول استنفاذ.
يبقى قسط الاستنفاذ عبارة عن 200,000، أعمل بيه قيد هنا بقى هسميه مصروف استنفاذ الشهرة، لأن الشركة القابضة هي اللي مالكة الشهرة كاملة، وبالتالي بيظهر عندها في دفاترها باسم مصروف، يبقى مصروف استنفاذ الشهرة 200,000، وده برضو هينقص حساب الاستثمارات في شركة الحمد. بعد كده ممكن اطلع رصيد حساب الاستثمارات في شركة الحمد، بنقل طبعا الرصيد من تاريخ عندي الاستحواذ كان 46 مليون، لو انتم فاكرين ان احنا كنا مطلعينه، اللي هو عبارة عن ثمن الشراء زائد تكاليف الاندماج المباشرة، وبعدين بجمع عليه طبعا في عندي الاربع قيود سمع فيها حساب الاستثمارات في شركة الحمد. القيد الاولاني كان مدين، وده هيبقى زود الرصيد بتاعه بال10 مليون. القيد الثاني كان دين بالتوزيع، يبقى انا هطرح مقدار التوزيعات نصيب شركة النمو في شركة الحمد في ارباح الارباح نصيب الشركة القابضة في ارباح توزيعات الارباح للشركة التابعة ب 2,500,000، وبعدين نصيب الشركة القابضة في الفرق فرق املاك الزيادة 600,000 بطرحه برضو، لان حساب الاستثمارات جه في قيد عندي داين. اخر حاجة حساب الاستثمارات جه داين بمصروف استنفاذ الشهرة ب 200,000، يبقى اذا الرصيد الجديد لما اجمع 46 مليون زائد 10 مليون ناقص 2,500,000 ناقص 600,000 ناقص 200,000 يديني 52,700,000. طب عاوز رصيد الارباح المحتجزه للشركه التابعه في 31/12، برضو هلاقي ان الشركه التابعه محققه ارباح، رصيد الارباح المحتجزه الاول من اول السنه في تاريخ الاستحواذ كان 2,500,000، حققت ارباح ب 10 مليون يبقى بيتجمع، بطرح التوزيعات الارباح 2,500,000 يديني 10 مليون، هلاقي رصيد الارباح المحتجز في الحاله دي في حاله السيطره الجزئيه في تاريخ لاحق الاستحواذ مش هيختلف ان شاء الله. نبدأ بعد كده عندي ازاي ان انا اعمل قوائم مالية مجمعة في تاريخ لاحق الاستحواذ في حالة السيطرة الجزئية. اتفقنا ان السيطرة الجزئية تبقى نسبة امتلاك الشركة القابضة في الشركة التابعة نسبة تزيد عن 50% وتقل عن 100%. هفترض نفس بيانات الحالة اللي فاتت، الحالة رقم واحد، لكن هغير في بعض البنود فيها بس، زي مثلا نسبة السيطرة 80%، زي مبلغ الشراء هيبقى 12 مليون، حساب النقدية في شركة النور هيكون رصيده 25 مليون، قرض السندات في شركة النور هيبقى 7,500,000. المطلوب برضو ان احنا عندي ثلاث حاجات في واحد واحد، وزي ما بقول انا ليه بقول واحد واحد على اساس ان احنا نعرف احنا نطلع من واحد واحد ازاي، وزي ما قلت لكم بطلع برصيد حساب الاستثمارات في الشركة التابعة لازم مهم جدا يكون معايا واحد واحد، حقوق الأقلية رصيدها في واحد واحد، الشهرة لازم تكون معايا الحاجات ديت وانا طالعة على 31/12. طب 31/12 مطلوب ايه؟ مطلوب حاجتين، اول حاجة اربع قيود، وتاني حاجة ان انا احدد ثلاث ارصدة بقى. دخل رصيد جديد معايا المرة دي، رصيد حساب الاستثمارات في الشركة التابعة اللي هي شركة الحمد، ورصيد حقوق الأقلية، ورصيد الأرباح المحتجزة للشركة التابعة اللي هي طبعا شركة الحمد. حد أول حاجة هعمل القيود من واحد واحد، مش مهم إن أنا أعمل ورقة العمل، مهم إن أنا أعمل القيود، ومهم زي ما بقول أطلع رصيد حساب الاستثمارات، ومهم جدا إن أنا أحسب الشهرة، مهم إن أنا أحسب حقوق الإيه؟ الأقلية. طيب حساب الاستثمارات في شركة الحمد مدين ب 32 مليون، عبارة عن النقدية 12 مليون، رأس مال الأسهم بقيمة اسميه 10 مليون، حساب علاوة الإصدار ب 10 مليون. القيد الثاني عندي حساب الاستثمارات في شركة الحمد هيكون مدين بال 4 مليون اللي هي تكاليف الاندماج المباشرة، علاوة الإصدار اللي هي تكاليف الاندماج غير المباشرة تتحمل بيها اللي هي مليون، كل ده حساب النقدية هيبقى 5 مليون.
عندي تكلفة الشراء هطلعها عندك هتطلع 36 مليون، قيمة السوقية لصافي أصول الشركة التابعة عندي، الأصول بتاعة الشركة التابعة بالقيم السوقية 59 مليون، ناقص الخصوم 15 مليون، وبعدين الناتج عندي هيبقى 44 مليون، هضربهم في 80% يديني نصيب القبضة في التابعة 35 مليون و200 ألف، وبالمرة أطلع 20% اللي هي نصيب حقوق الأقلية 44 مليون، في 20% يديني 8 مليون و800 ألف. باجي بقى عند الشهرة 36 مليون، هطرح منها 35 مليون و200 ألف، يديني الشهرة موجبة 800 ألف. يبقى هنا انا لو هجيب لك تمرين تحل كده بصوره مبسطه، تطلع تكلفه الشراء وتطلع صافي اصول الشركه التابعه وتطلع الشهره عندي عشان اخدها وحقوق الاقليه عشان انقل بيها على 31/12. لكن انا طبعا لو جبت حاجه في 31/12 استحاله اطلب منك ورقه العمل، لكن لو جبت في تاريخ الاندماج بس يبقى هنا مطلوب ورقه العمل. بنعمل طبعا ورقة العمل مع تعديل بقى بعض الحسابات عندك هتشوفها. حساب الاستثمارات هيبقى 36 مليون، هتعدل النقدية، هتعدل رأس المال، هتعدل العلاوة، عندك علاوة الإصدار، وزي ما اتفقنا في التمرين اللي فات. وبيستجد عندي هنا حقوق الأقلية من ضمن الخصوم، هي خصوم الموحدة وليست خصوم الأم، فبتتحط بالموجب تنزل زي ما هي، زي ما شرحنا بالظبط في السيطرة الجزئية في تاريخ الاندماج. نبدأ بقى نخش على 31/12. 31/12 مطلوب مني 4 قيود ومطلوب مني أرصدة. ايه الأربع قيود عندي؟ ادي طبعا ورقة العمل الجديدة ما اختلفتش، وناخد في اعتبارنا ان لازم نعدل الارصدة، ده في تاريخ الاندماج زي ما شرحنا قبل كده، وهنحط الارصدة الجديدة اللي طلعناها. عندي 36 مليون الاستثمارات في شركة الحمد واستبعدها، وعندي الشهرة طلعت 800 ألف، حقوق الاقلية طلعت 8 مليون و800 ألف، زي ما عملنا بالظبط في السيطرة الجزئية في تاريخ الاندماج، ده ما اختلفش الامر. اول قيد ان انا عندي هنا طبعا الارباح اللي اتحققت في الشركه التابعه كانت 10 مليون، لكن الشركه الام لا تملك منها بس الا 8 مليون، ازاي 10 مليون في 80% طلعت 8 مليون؟ امال نصيب حقوق الاقليه كام؟ 10 مليون في 20% هيديني 2 مليون. اللي اثبته في القيد بس نصيب الايه؟ الام. نصيب القبض، حساب الاستثمارات زي ما قلنا هيزيد بال 8 مليون هيبقى مدين، حساب دخل الاستثمارات هيبقى داين بال 8 مليون. ندخل على القيد الثاني. عندي هنا القيد الثاني التوزيعات، التوزيعات الأرباح كانت 2 مليون و500 ألف، طب نصيب القبضة كام؟ هضربها في 80% يديني 2 مليون. نصيب الأقلية هضربها في 20% يديني 500 ألف. يبقى عندي هنا القيد هعمله بنصيب القبضة بس اللي هو 2 مليون، التوزيعات دي حساب نقدية يبقى مدين بيها، وحساب الاستثمارات هيبقى داين بيها. نصيب القبضة في فرق الإهلاك، اتفقنا فرق الإهلاك الزيادة كان 2 مليون في المباني، وكان في الآلات 2 مليون، وكان في السيارات 1 مليون و500، والعمر عندي عمر الأصول الثابتة دي اللي زادت 20 سنة 10 سنين 5 سنين، هقسم وأطلع قسط الإهلاك زي ما عملنا بالظبط في السيطرة الكاملة. هيطلع 100 ألف المباني، 200 ألف الآلات، 300 ألف السيارات، مجموعهم 600 ألف، زي هناك بالظبط زي التمرين. بس هنا بعمل إيه بقى؟ نصيب القبضة من 600 ألف، مش 600 ألف كلها، لا 600 ألف في 80% يديني هيديني 480 ألف. نصيب الأقلية في الفرق 600 ألف، في 20% يديني 120 ألف. أعمل القيد زي ما قلت فقط لا غير بنصيب القبض اللي هو 480 ألف، هيبقى دخل الاستثمارات مدين، وحساب الاستثمارات في شركة الحمد داين. طيب مصروف استنفاذ الشهرة هنا أو في السيطرة كاملة مش هيختلف، لأن الشهرة بتمتلكها كلها بقى الشركة الإيه القبضة. بقول مبلغ الشهرة عندي 800 ألف على عمر الإنتاجي، هو مش هيختلف في القيد لكن حسبة هنا اختلفت.
ال 800,000 على العشر سنين وحافظين العشر سنين، انا مش هجيب عشر سنين، انت هتحفظها. هيديني مصروف الاستنفاذ 80,000 اعمل بيه القيد، مصروف استنفاذ الشهرة، حساب الاستثمارات في شركة الحمل. ابدا بعد كده هجيب الارصدة المطلوبة مني، حساب الاستثمارات في شركة الحمل لو انت تلاحظ عندي رصيد طلع بيه من 1/1 36 مليون، ادي 1/1. حجم عليه بقى ابدا في 31/12 كان مدين ب 800,000، يبقى عن ب 8 مليون، يبقى عندي 36 مليون زائد 8 مليون. في القيد الثاني داين ب 2 مليون يبقى ناقص 2 مليون. في القيد الثالث داين ب 480,000 يبقى ناقص 480,000. في القيد الاخير داين ب 80,000 يبقى ناقص 80,000. يبقى الرصيد الجديد لحساب استثمارات في شركه الحمد في 31/12 41,440,000. دخل الاستثمارات بتاع شركه الحمد اللي هو 8 مليون ناقص 480,000 يديني عندي 7,520,000. طيب ده عندي في دفاتر القبضة. طيب حقوق الأقلية بقى، احنا لسه احنا هنا الستارة كاملة ما كانش فيها حقوق الأقلية، هنا بشوف حقوق الأقلية. أنا طالع بحقوق الأقلية من 1/1 رصيدها كان كام؟ 8,800,000. ابدا بقى اشوف احنا حسبنا في في الثلاث قيود الاولانيين كنا بنحسب نطلع على جنب حقوق الاقليه، طلعنا نصيبهم في الدخل ب 2 مليون يبقى اجمعهم على 8,800,000. طلعنا نصيبهم في التوزيعات هينقص زي ما كنا بننقص القبضة بالتوزيعات اللي هو حساب دخل الاستثمارات في شركة الحمل، هنا برضو هينقص حساب حقوق الأقلية بالتوزيعات، هينقص برضو بنصيبهم في فرق إهلاك الزيادة 120,000. هيطلع الرصيد الجديد لحقوق الأقلية 10,180,000. طب حقوق الأقلية في دخل التبع دي ممكن أطلبها أو ممكن ما أطلبهاش بالنسبة للشركة التابعة بس، اللي هي نصيب الأقلية في دخل التبع ناقص نصيبهم في فرق إهلاك الزيادة. لكن يبقى أهم حاجة عندي رصيد حساب الاستثمارات في شركة الحمد آخر السنة، أهم حاجة عندي حساب رصيد حساب الحقوق الأقلية في صف الأصول، أهم حاجة رصيد حساب الأرباح المحتجزة للشركة التابعة. وزي ما قلت لكم في حالة السيطرة الكاملة، سواء سيطرة كاملة أو سيطرة جزئية، ما بيتأثرش الأرباح المحتجزة رصيدها زي ما هو. هي الرصيد كان بتاريخ السيطرة 2,500,000 اللي هو كان في 1/1 بتاع الشركة التابعة، حققت أرباح قد كام؟ 10 مليون، هتتجمع عليها وزعت أرباح بكام؟ 2,500,000. مش مهم بقى مين نصيب القبضة مين نصيب الايه حقوق الأقلية، لا الكل، وبالتالي الرصيد هو هو ما اختلفش عنه في حالة السيطرة الكاملة. ده الجزء المتبقي ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان هو يكون اتفهم بالنسبه لكم من خلال التسجيل في الملف. وزي ما بقول انا لو هجيب في تاريخ الاندماج هجيب عندي اطلب زي ما قلت لكم التلات حاجات، الحسبه عشان اوصل للشهره، هطلب القيود وهم قيدين بس، قلت قيود التسويه وقيود الاستبعاد، لا هطلب ورقه العمل. طب لو هجيب من 31/12 يبقى قدامك لازم هتحسب لي الشهره، هتحسب لي حقوق الاقليه في 1/1 لازم احسبهم واطلع بيهم واكمل عليهم في 31/12. زي ما انتم شفتوا انا ما عملتش ورقه عمل في 31/12، هيبقى اكمل عليهم اربع قيود، اكمل عليهم الارصده المهمه، رصيد حساب الاستثمارات في شركات تابعه، رصيد الارباح المحتجزه لو كانت عندي سيطره كامله، اضيف عليهم رصيد حقوق الاقليه لو كانت في سيطره جزئيه. زي ما انا قلت لكم ان شاء الله باذن الله الجزء بتاعي سلس وسهل فهمه، بس اهم حاجه ان احنا نفهم، مالكوش دعوه باي حاجه بتتقال خارج محاضراتي. بالنسبه للحالات اللي هي ملغاه، اللي هي حاله رقم 4 صفحه 203، حاله رقم 6 صفحه 210، حاله رقم 3 صفحه 246، العمليات المتبادله انا مش هشرحها طبعا لضيق الوقت. تصوير الحسابات مش مطلوب زي ما انا قلت في المحاضرات، قيود التسويه والاستبعاد مش مطلوب، لكن مطلوب القيود اللي هم القيدين الاولين اللي هو اثبات الشراء واثبات تكاليف الاندماج سواء كانت مباشره او غير مباشره.
وانا بشكركم ان شاء الله باذن الله. اتمنى ليكم امتحانات مش في مادتي بس، في كل المواد تكون ميسره ليكم نظرا للظروف الطارئه، واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرفع عننا كلنا وعن العالم كله اضرار هذا الوباء. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ضمن الحاجات اللي هي مطلوبة مني برضو أحسبها في 31/12 رصيد حقوق الأقلية. رصيد حقوق الأقلية أنا طالع معايا 8,800,000 من 1/1، نصيبهم من الأرباح المحققة للشركة التابعة عندي 2,000,000، ونصيبهم من الأرباح الموزعة كان 500,000. ال500,000 بتتطرح، نصيبهم من فرق الإهلاك كان 120,000 برضو بيطرح. إذا الرصيد الجديد لحساب حقوق الأقلية في 31/12 كان 10,180,000. رصيد الأرباح المحتجزة للشركة التابعة في 31/12 كان عبارة عن رصيد أول المدة اللي هو جاي معانا في بداية التمرين في 1/1 2,500,000، أضيف عليه 10,000,000 أرباح محققة واطرح الاتنين ونص مليون الأرباح الموزعة، اديني 10,000,000. زي ما قلت في حالة السيطرة الكاملة في تاريخ لاحق للاستحواذ أو حالة السيطرة الجزئية ما بيختلفش رصيد حساب الأرباح المحتجزة للشركة التابعة زي ما هو، رصيد أول مدة زائد الأرباح المحققة كلها ناقص الأرباح الموزعة كلها. كده نكون انتهينا من الجزء المتعلق بالقوائم المالية الموحدة. إن شاء الله أتمنى ليكم التوفيق، وإحنا شرحناها طريقة مبسطة وإن شاء الله بإذن الله نظرا للظروف اللي احنا فيها، فمعلش احنا غصب عننا ما قدرناش ان احنا نكمل المحاضرات، وربنا ييسر لكم ان شاء الله ويوفقكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة الدكتورة سماسم كامل.